إن الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وزعيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سألتقط الخيط من شيخنا الكريم باعتباري سنيا قحا، وأعرف أحفظ كويس، شاطر في الحفظ، بس لكن مش بالضرورة أكون على المستوى في التحليل والفهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فإحنا في مسألة التبليغ، أنا امبارح وأول امبارح كلمتكم حول تقدر تقول التاريخ وسنن الله في الكون بالنسبة كيف تدار الدنيا بسم الله، كيف تدار الدنيا بسم الله. أولا، ده كلام سني خالص ما له علاقة بالشيعة. الله في القرآن الكريم، لأن في سؤال دايما يطرح نفسه، يعني هو ما كانش ربنا يقدر يقول اسم علي في القرآن، أو النبي يقول علي هو الرئيس من بعدي وكنا انفضينا من القصة دي كلها؟ ده كان يرد سؤال دايما الناس بتتساءل هذا السؤال. أنا عايز أقول لك، افتكر اللي أنا قلته لك في أول يوم، الفتن، الاختبار. لو ربنا جاب لك حاجة واضحة زي ما ضربت مثال بعيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام لو ربنا جابه من أبوين ما كانش ربنا يعني أهين بأن يقال أن له ولد. يبقى لو أنت حبيت تنسى القداسة وتحلل كأنك أنت راجل ملحد تحلل نصوص بس، تقول ربنا هو اللي عمل المشكل. ليه؟ لأنه كان يقدر يخلق عيسى من أب، وما فيش داعي حد يقول لا هو الله ولا هو ابن الله ولا يحزنون. لكن اقتضت حكمته أن يضع الناس في اختبار. أنتوا عارفين أكتر أمة في الأرض عددا هم أتباع عيسى اليوم، إن الأمة رقم واحد عددا في العالم المسيحيون، والمسلمين رقم اثنين.
طيب اللي هم بتعود رقم واحد بيقولوا يا عيسى هو الله، يا عيسى هو ابن الله. كان دي ممكن تنتهي بأن عيسى يجي من أب، وكمان الموقف يتأزم بمسألة أن عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي بعض الموتى بإذن الله إلى آخره من المعجزات التي صاحبت السيد المسيح عليه السلام، لكن إرادة الله حتمت هذا. أنا أقول لك على حاجة بسيطة، لو أنت درست القرآن كويس بعناية وبعقلية متفتحة تقدر توصل لأن أهل البيت قيادة الأمة من غير ما أنت تبذل مجهود كبير. يعني أقول لك إزاي، تعال معايا القرآن الكريم، ربنا بيقول إيه؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يبقى ربنا بيحدد من الأول كده اللي هيقود الأرض باسمي الجماعة دولت بس، مفيش حد غيرهم تاني، لا هم دولت بس. واحد يقول يعني ليه كده؟ أصل لأن في كلمة إحنا كسنة بنتداولها، لما تيجي تقول يعني مثلا إحنا كسنة نقول عبارة شهيرة، نقول ليه ربنا لم يشأ أن يكون للنبي ولدا؟ ولدا يعني بمعنى ابنا، لأن ولدا تعني ولد وبنت، بس في عند المصريين ولد يعني إيه؟ صبي يعني. ليه؟ فيوم يقول له يستخدموا عبارة لطيفة، يقولوا إيه؟ يقولوا لأن ربنا لم يشأ أن تكون وراثية. شفت بقى؟ شفت المصيبة تيجي فين؟ يعني اللي أنت بتقاتل عليك شيعي السني بيثبت بيه العكس. يعني فهي دي المعلومة الخطيرة في الفكر السني، إن هو متصور إن المسألة لا علاقة لها بالوراثة أبدا. إيه رأيكم إن ربنا من البداية صلوا على محمد وآل محمد ربنا من البداية يقول إن المسألة أصلها الوراثة، الوراثة هي الأصل في قيادة الدنيا باسم الله، لأن في جماعة وفي أسر معينة ربنا أفاض عليها بمزيد من الرحمات الخاصة عشان دولت يمثلوه في الأرض، مش أي حد. في الأسر التي ذكرتها آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، روح للقرآن في سورة سبأ، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يبقى في فريقا من المؤمنين الشيطان ما يقدرش يقرب عليهم. تعالى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يبقى في دايما قليل الشيطان مش هيقدر يقرب منهم بالرحمة الخاصة التي أولاها الله لهذه الأسر. وانت افتح كتاب البداية والنهاية لابن كثير وتفرج هتلاقي دايما يقول لك ايه، وصي آدم كان مين، وصي فلان، يعني كلمة الوصي، الوصي دي مستخدمة. تعالى، وورث سليمان داود، مسألة عادية، داود أبو سليمان وسليمان ابنه، عيسى ابن خالد يحيى وزكريا أبو يحيى، موسى أخو هارون. يعني إذن المسألة كلها وراثة. والحظ الآية بتقول إيه؟ بتقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على إيه؟ على العالمين. لما يقول لك عالمين يبقى طالما في عالمين يبقى في اصطفاء، طالما العالمين موجودين يبقى لازم في مصطفى.
زي ما الآن في مصطفى اسمه الإمام المهدي. الإمام المهدي هو المصطفى الآن، لأن طالما في عالمين أو عالمون يبقى لابد أن يكون هناك اصطفاء. طيب مين يا ترى من آل إبراهيم ومن آل عمران مرشحين للقيادة؟ خلينا نتكلم على آل إبراهيم. آل إبراهيم، إبراهيم عليه السلام جاب 2، جاب إسماعيل وجاب إسحاق. إسحاق جاب الجماعة الأنبياء تعود بني إسرائيل، إسحاق جاب يعقوب، يعقوب جاب يوسف إلى آخره، مش ده اللي موجود؟ الطريق الثاني بقى مين؟ إسماعيل عليه السلام. إسماعيل جاب مين؟ جاب محمد، مش كده؟ عندنا احنا الحديث الصحيح بيقول ايه؟ ان الله اصطفى اسماعيل من ولد ابراهيم، واصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فانا خيار من خيار من خيار. ابن تيمية نفسه، ابن تيمية على موقفه العدائي من أهل البيت يقول إن أفضل شخص في بني هاشم بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب. إذن علي بن أبي طالب هو رقم 2، وبالتالي لما نقول إن ربنا اصطفى عليا بعد رسول الله من كلام ابن تيمية تطبيقا للحديث الصحيح أنا خيار من خيار من خيار. طيب لكن مين ربنا حدده ينفع يتولى أو ياخد المنصب؟ تعالوا نشوف. ربنا بيقول لإبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لما إبراهيم عليه السلام ربنا ابتلى، ابتلى يعني إيه؟ اختبره. إبراهيم عليه السلام نشأ لقى عمه أو جزء أمه أو جده لأمه، لكن مش والده الصلبي. ليه مش والده الصلبي؟ لأن لا يمكن يأتي النبي من الكافر، مظبوط؟ لا يمكن يأتي النبي من الكافر. عشان نخلص من الحتة دي، لأن البعض هيستغرب إزاي احنا عندنا في القرآن ما يكشف إن إبراهيم عليه السلام والده الحقيقي لم يكن كافرا. القرآن بيقول ايه؟ بيقول ان سيدنا ابراهيم عليه السلام هو بيناقش ابوه. ابوه ده مين؟ ما احناش عارفينه. اكس واي. العرب بتقول الاب على الجد وعلى العم وعلى الوالد. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك وإله آبائك إبراهيم، وده جده، أو إبراهيم ده أبو جده، وإسماعيل وده عمه، وإسحاق وده والده. يبقى استخدام كلمة أب في اللغة العربية تحمل معاني للجد والعم والوالد. طيب سيدنا إبراهيم عليه السلام قال لربنا لما هو حاجج أبوه اللي احنا محناش عارفينه مين، وقال له: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ده كلام سيدنا إبراهيم للأب. بعد كده سيدنا إبراهيم وفى قال إيه؟ واغفر لأبي إنه كان من الضالين. رجع بعد شوية سحبها: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. خلصنا. إيجا سيدنا إبراهيم قبل ما يموت
وبيقول ايه؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يبقى الوالدين اللي سيدنا إبراهيم دعا لهم في آخر حياته، لأنه قال قبلها الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. يبقى إذن الوالدين اللي دعا لهم سيدنا إبراهيم مش منهم الأب اللي تبرأ منه قبل كده. يبقى سيدنا إبراهيم عليه السلام لما يجي يقول لربنا ومن ذريتي، يبقى ده كان في آخر حياته. ليه؟ لأن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فبيقول لربنا ومن ذريتي. بالعقل كده ذرية سيدنا إبراهيم واحد من أربعة، إما واحد بدأ حياته فاسد من الأول للآخر، عيل بايظ. ساعات أنت تبقى مش محظوظ يطلع لك عيل بايظ من أولها لآخرها. ولد تاني يكون إيه؟ يعني حلو ماشي كويس، وبعدين بعد ما يكبر يقول يا أخي زهقت، خلينا أروح ألعب لي شوية وهزر وأروح السينما، أنا زهقت من كتر العبادة، ويموت بايظ. واحد تاني يبدأ حياته كويس وحش، وبعدين يقول يا ده عيب عليك كبرت، يعني ما يصحش كده، فتوب إلى الله، فيتوب إلى الله ويعود ويموت صالحا تائبا. النوع الرابع أن يكون من الأول للآخر ماشي على الصراط المستقيم. واحد هيطلع لي من اللي بيسمعوني من إخواننا الوقت هيقول لي نسيت نسمة نوع تاني اللي هو مرة حلو مرة وحش. وعشان أستاذنا هو مصري، احنا عندنا لما كنا نلعب زمان واحنا عيال صغيرة نبقى نجيب كده زهرة ونقول صائت ناجح صائت ناجح، وقال يعني كده اللي هينجحنا، شوف هطلع صائت والله اطلع لك، إذا طلعت الأخيرة ناجح يبقى ناجح، وإذا طلعت الأخيرة صائت أبقى صائت. فهي إيه؟ الواحد اللي هو صائت ناجح وحش حلو حلو وحش، ده يتصنف بدأ إزاي وانتهى إزاي. فواحد من الأربعة، هل تفتكروا يا من تسمعونني ولعلكم تكونون أفقه مني؟ هل ممكن سيدنا إبراهيم اللي ربنا بيقول له إني جاعلك للناس إماما يطلب الإمامة؟ خد بالك بس، سيدنا إبراهيم ده لما عرض عليه الإمامة، لما ربنا اداله منصب الإمامة، كان سيدنا إبراهيم اسمه إيه؟ عبد ونبي ورسول وخليل، واخد الأربعة، عبدا نبيا رسولا خليلا، بقيله ايه؟ بقيله واحدة اللي كانت جايله في الآخر إمامة. هل معقولة سيدنا إبراهيم هيطلب الإمامة للي هيموتوا فاسدين؟ ما تجيش على مخه خالص. عشان كده سيدنا إبراهيم كان ناصح وقال ايه؟ ومن ذريتي، يعني من للطبعين، يعني بعض ذريتي يبقوا أئمة. ربنا قال له مظبوط، بس ثلاثة ما ينفعش، لا ينال عهدي الظالمين. هيطلع لي واحد من إخواننا اللي بيسمعوني دلوقتي ويقول بنصحة وذكاء ويقول إيه؟ بس يا أخي إزاي تسميه ظالم وهو تاب وأناب وربنا والنبي بيقول الإسلام يجب ما قبله؟ فإذا تبت لم أعد ظالما. أقول لك، ما أنت ما أنتش واخد بالك من معنى. إيه المعنى اللي أنت مش واخد بالك منه؟ ربنا بيتكلم بعلمه الأزلي، فمن اتصف في اللوح المحفوظ يوما بأنه ظالم لم يعد صالحا في علم الله أن يعهد إليه أن يكون إماما. يبقى خد بالك من المسألة، ربنا لما يقول لا ينال عهد الظالمين، يبقى اللي كان في علمه الأزلي موصوفا يوما ما بأنه ظالم لا يصلح لمنصب الإمامة. لذلك أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. طيب، في حد مننا إحنا كسنة عمر واحد فينا قال الإمام أبو بكر؟ ولا واحد سني في الأرض عملها. في حد قال الإمام عمر؟ أبدا. في حد قال الإمام عثمان؟
أبدا، لكن كل أمة محمد سنة وشيعة على حد سواء يقولون الإمام علي بن أبي طالب. يبقى إذن المسألة مش محتاجة ذكاء كتير، الإمامة موجودة. سيدنا عمر إزاي بس يبقى إمام؟ إزاي وهو الراجل ده كان لما عنده صنم من عجوة ولما كان يجوع يأكله؟ طب خليك معايا، الكلام ده كلام شيعة؟ لا، كلام مش علاقة بالشيعة. ده سيدنا عمر بيقول لما بفتكر العملة دي بضحك على روحي، الراجل بيوصف نفسه. طيب هقول لك ليه ما ينفعش الإمام يبقى نصكم على طريقة حسن مبارك، نصكم يعني ايه؟ ما ينفعش الإمام يبقى نصكم قبل ما يبقى إمام. عارفين ليه؟ تخيلوا لو أنا راجل بتاع كلبات وبتاع سينمات، أجي أعمل لي فيها داعية إلى الله، أو ما أقعد مع واحد من الندماء بتعوتي، أو ما أقول له اتق الله، يوم أقول لي يا رب الطوارئ عيب عليك، أنت ناسي نفسك، ما احنا يا ما عملنا عيب عليك. قال انت ناسي نفسك ولا ايه يا راجل؟ طب قول الكلام ده لحد غيري، قول لحد ما يعرفكش. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مسألة منطقية، وعادي هجيبها لك من القرآن بالظبط. ربنا بيقول ايه؟ رسلان مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني ربنا بيبعت الرسول معصوم ليه؟ عشان ما يجيش واحد يوم القيامة يقول ايه؟ يا رب من تبعت لي رسول تعبان، كان بيعبد معنا أصنام وقرفنا، وبعدين جه فجأة يدينا مواعظ في الدين نسمع منه، يقوم ربنا يقول والله عنده وجهة نظر، لا أنا الغلط عندي. عشان كده اوعى تفكر الكلام ده من عندياتي. ربنا بيقول لإبراهيم لموسى عليه السلام، بيقول له روح لفرعون، قال له ايه؟ فقول له قولا ايه؟ اقف عند لينا دي شوي، لينا دي هتعلمك حاجة. ليه ربنا بيقول، اولا ربنا بيقول ايه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هو ربنا ما يعرفش ان فرعون ما فيش فايدة فيه؟ المال لعله دي فايدتها ايه؟ لعل دي احتمال، وربنا ما عندوش احتمالات. لعل دي لموسى، ليه؟ لأن لو قال لموسى روح قول لفرعون كلمتين وهو ما فيش فايدة فيه، موسى هيقوم داخل حاطط رجل على رجل، اسمع على فرعون انت ميؤوس منك وما فيش فايدة فيك يا اخويا، بس خليني اقول كلمتين عشان اكون خلصت ذمتي، مش كده؟ يقوم يجي فرعون يجي يوم القيامة يقول لربنا ايه؟ انت بعت لي رسول جليل ادب ما ادانيش فرصة اسمعه، جاي وانا بقول انا ربكم الاعلى، جاي يحط رجل على رجل قدامي ويقول لي اسمع يا فرعون، كنت اعمل له ايه؟ لازم اقص راسه. فلو كان اداني فرصه واتكلم بادب يمكن كنت سمعته وعملت باللي هو قال. فربنا عايز يفوت على فرعون اي فرصه يجي يوم القيامه يقول اي اعتذار. فاول حاجه بيقول له اتكلم معاه بادب وكلمه بالراحه عشان فرعون ما يباش ليه حجة يوم القيامة. وبالتالي أي واحد يكون قائدا للناس لابد أن يكون منزوعا من المعاصي ومنزوعا من الآثام ومنزوعا من الأخطاء. ليه؟ عشان ما تباش مبرر لرفض دعوة هذا الداعية إلى ربه، فتستخدم حجة على الله يوم القيامة للاعتذار. عشان كده كل أنبياء الله يجب أن يكونوا معصومين. يبقى إذن الإمام علي هو الوحيد اللي بيتقال عنه كرم الله وجهه، لأنه لم يسجد لصنم وتربية رسول الله. فأي إشارة سلبية لعلي بالرغم من أوصاف ربنا والنبي لي يعتبر نوع من الخوض في تقييم وقرار رب العالمين في من هو علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه. تعال معي، ربنا في القرآن بيقول ايه؟
كلنا كمسلمين بنقرا الفاتحه وبنقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. طيب ربنا قال المستقيم ده ايه مواصفاته؟ لا، قال المستقيم موصوفا بسلوك المنعم عليه، صراط الذين انعمت عليهم. نشيل المستقيم دي نطلعها بره كده عشان دي هنا بدل. اهدنا صراط المنعم عليهم. مين هم يا ربي المنعم عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. خد بالك الأربعة دولت ما تزعلوش مني معصومين، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين معصومين ومش من عندي، من القرآن. القرآن بيقول ايه؟ وحسن أولئك رفيقا. يعني انت يوم ما تعمل هتبقى اخرك مرافق. تعرفين اللي بيسافر السعودية مرافق؟ هتبقى اخرك مرافق. لما لن تكون منهم، فلن تكون نبيا ولا صديقا ولا شهيدا ولا صالحا. النبي الصديق، تعال نشوف الإمام علي بيقول ايه؟ أنا الصديق الأعظم والفاروق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب. يبقى آدي سيدنا علي هو الصديق والفاروق. واحد هيقول ايه؟ طب بايخ يا سيدنا عمر هو اسمه الفاروق. أقول لك ارجع للبداية والنهاية لابن كثير هتلاقي فيها ايه؟ وأول من لقب عمر بالفاروق أهل الكتاب. يعني كلمة الفاروق اللي طلعت على عمر دي طلعة من الجماعة اليهود والمسيحيين، إنما مش النبي اللي قالها ولا حاجة. طب تعال نشوف الصديق، خلينا نروح على الصديق بالمرة. الصديق في القرآن الكريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا، وإبراهيم معصوم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان سيدة مريم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه. طيب سيدنا يوسف، يوسف أيها الصديق. يبقى إذن الصديقية، طبعا مريم لم تكن نبية لكن مريم كانت معصومة بقوله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يبقى إذن سيدنا أبو بكر بيقولوا عليه إنه هو سموه صديق ليه؟ بيقول لك إن النبي يوم الإسراء والمعراج رجع فقابل المشركين قال لهم أنا رحت البيت المقدس الليلة دي ورجعت، فقالوا أنت انهبلت، ده عايزة 15 يوم رايح جاه. قالوا راح المشركين دولت ما قابلين أبو بكر وقالوا لأبو بكر إيه شفت صاحبك بيقول إيه؟ ده بيقول إنه راح لبيت المقدس ورجع الليلة دي، بقى دي معقولة؟ فراح أبو بكر قال إن كان قال فقد صدق، فسمي من يومها صديقا. طب تعالوا معايا كده والنبي، سيدنا أبو بكر كم من المسلمين ولا من الكفار يوميها؟ هو الشيعة ساكتين ليه؟ انتوا مستكترينها عليه كمان دي؟ يا نهار اسود يا أولاد، ده الشيعة ده احنا ايه، الفجوة واسعة قوي، الفجوة واسعة. سيدنا أبو بكر على الأقل، يعني انتوا يعني يا سيدي انتوا الشيعة عندكم الإسلام والإيمان، أنا قلت هل كان من المسلمين؟ يقولوا انتوا مستكترين هذه؟ أيوه كان من المسلمين الراجل. طيب لما يجي واحد مسلم واحد بيقول له النبي محمد بيقول إنه طلع القمر، المسلم كمؤمن إن هو ده رسول من عند الله عنده كم إجابة يقولها؟ يا يقول يا يقول لا. فان قال لا يبقى صار مش مسلم، مش بيصدق ان هو رسول.
وإن قال آه مضطرا ما عندوش حل تاني. فإذا كان سيدنا أبو بكر مسلم فما عندوش حل إلا يقول إن كان قال فقد صلى. إحنا عندنا العيال في المدارس عندنا وإحنا عيال صغيرين مش عارف الوقت في المدارس الفصل بيقولوه أي عيل يقول الصبح يقول إيه يقول حديث يقول إيه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق رسول الله يصبح الولد ده صديق لأنه قال صدق رسول الله. لو كل واحد هيقول صدق رسول الله يصبح صديقا يبقى الأمة كلها بقت صديقين. يبقى إذن الصديق بمعايير القرآن هو المعصوم من الخطأ. بقى مين؟ الشهيد. الشهيد يا جماعة الخير الشهيد مش اللي بيموت في معركة. اصطلاحات القرآن ما بتستخدمش الشهيد في ميدان المعركة، بتستخدم الشهيد اللي بيشهد على الناس. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سيدنا المسيح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فإذا الشهيد يجب ألا يكون مقتنع. أقول لك مين مثلا لو قلت الشهيد شيخ الأزهر، واحد يقول يا جليل الدين بقى شيخ الأزهر يوم القيامة يشهد على الناس؟ إذا كان شيخ الأزهر لو الحكومة قالت غلط يقول غلط، لو الحكومة قالت صح يقول صح، فده يشهد على الناس، ده الناس تضحك علينا يوم القيامة. لازم الشهيد ده يبقى راجل نظيف معصوم لأن ده اللي هيشهد على الناس ويشهد الحضور. شوف النبي، النبي شهيد طول ما هو عايش. عشان كده الآية إيه؟ وجئنا بك على هؤلاء، ما قالتش أولئك، ما قالتش عليهم، قالت هؤلاء اللي قاعدين قدامك دولت بس، لأن اسم إشارة. هؤلاء اسم إشارة بتتكلم على اللي حاضرين. عشان كده النبي يوم القيامة حيفاجأ ويقول إيه؟ أصيحابي أصيحابي أعرفهم ويعرفونني ولا يزادن رجال عن حوضي. الملائكة بتسحبهم ترميهم في النار فأقول إلى أين؟ الحديث رواية أبو هريرة في البخاري، فيأخذونهم إلى ذات الشمال أو فيقوم رجل من بيني وبينهم فيأخذهم إلى ذات الشمال فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار، ثم طائفة أخرى فتذهب إلى النار فلا يخلص منهم من النار إلا مثل همل النعم. وفي رواية البخاري الأخرى الحديث يقول فيقول النبي ألا سحقا لكم سحقا ألا بعدا لكم بعدا، بعد أن تقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. يبقى النبي كان عارفهم حبايبه لكن يوم القيامة اكتشفت له أمور ما شافهاش في حياته. لذلك انت تعجب سيدنا عمر في البخاري ليه كلام خطير جدا، ليه كلام خطير، بيقول لابو موسى ابن عبد الله ابن عمر ابنه بيقول لابن ابو موسى الأشعري، فبيقول له ايه شفت ابويا؟ بيقول لابوك ايه؟ ابويا اللي هو عمر بن الخطاب بيقول لابن ابو موسى الأشعري بيقول له ايه؟ ابويا قال لابوك كنا مع رسول الله نجاهد و فلو أنا متنا قبله لخلص لنا، يعني كنا يعني طلعنا بحسنات، ولكننا بعده قد أحدثنا أحداثا لعلنا نخرج منها لا أجر ولا وزر. طب تعال بقى معايا يا سني يا أخويا، شوف سيدنا عمر يقول العبارة دي ليه؟ لا أجر ولا وزر. يا ترى إيه اللي عمله؟ وسيدنا عمر في التاريخ الإسلامي كل اللي ليه فترة خلافته، يعني إحنا لما بنتكلم عدل عمر أيام ما كان خليف، إنما لما نروح لعمر أيام النبي نلاقيه الراجل يعني على قد حاله، يعني زي حالتنا، يعني ما عندوش كتير، ليس عنده كثير في حياة رسول الله. يعني تعالى لما تمسك سيدنا عمر في حياة رسول الله في البخاري، بس نجيب لك من البخاري، هو وابو بكر الاثنين نزل فيهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض،
وراوي الحديث يقول كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر ارتفعت أصواتهما في حضرة رسول الله. أدي واحد، سيدنا عمر خد عندك مرة بيقول، خد بالكم الحاجات دي خطيرة جدا، يوم الحديبية كلنا عارفين يوم الحديبية، يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن النبي قرر يقبل بشروط مجحفة في علاقته في الهدنة مع المشركين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيه اللي عمله؟ قالوا سيدنا عمر وقال له إيه؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال له ألم تقل لنا أننا سنطوف في البيت؟ قال له أو قلت لك هذا العام؟ وأنا قلت لك السنة دي يا أخي. قال له إيه؟ على ما نعطي الدنية في ديننا. عمر لما زودها قال له أنا رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. بعد ما عمر قال الكلام ده راح لمين؟ راح لأبو بكر وقال له شفت عمل؟ قال له يا أخي هو رسول الله. يبقى إذن عمر بقى بيقول إيه؟ فما شككت في الإسلام كما شككت يومئذ. شككت، طب تعالوا اسمعوني كده قرآن، مش هنقول سنة. ربنا بيقول إيه؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. طب سيدنا عمر مشكورا بيوفر علينا الادعاء، فهو بيقول أنا ما شككت في الإسلام كما شككت فيه يومئذ. الكلام ده كان سنة كام بقى؟ سنة 6 من الهجرة، يعني النبي عاش بعدها تقريبا 4 سنين. يعني عمر لحد قبل من النبي بيقول 4 سنين شاكك في الإسلام. يبقى ده ممكن يقود أمة محمد حوله. أنا عايز حد يفكر في المسألة. طيب في البخاري النبي بيقول قولوا لي، مين عايز يسأل أي سؤال يتفضل يسأل. فواحد قال يا رسول الله من أبي؟ إيه اللي دخل أبويا في الموضوع؟ قال له أبوك حذافة. والتاني طلع قال له ومن أبي؟ وبدأ وش الرسول يتغير، قال ده بيختبروني، ده الظاهر وإنه عايزين يشوفوا إن النبي بجد ولا إيه. فراح النبي وشه تغير، أول ما النبي وشه تغير عمر اللي هو ملوش دعوة بالموضوع راح ناطط على رجل النبي وقال له رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. طب مالك أنت يا سيدنا عمر؟ هو أنت اللي زائقهم ولا إيه؟ حاول تفكر، شغل مخك يا جماعة. أنا ماليش علاقة بالكل. عارفين بقى طلعت دي منين؟ يا سلام، ما فيش سني بيسمعني الآن إلا ويعلم كل هذه القصص. أنا بعدلك بس يا ابن الحلال، المراية معوجة، أنت بتشوف الصورة مقلوبة فأنا بقلبها، لأن قلب المقلوب عدله. أنت تطلع عمر، يا سلام يا سلام على شغفه، يا سلام على غيرته على الإسلام. يا دي المصيبة، هو هيغار على الإسلام أكثر من صاحب الإسلام نفسه. يا جماعة حاولوا انتوا فكروا، عايزين حد يفكر. الراجل مسكين، الراجل بيقول أنا شككت في الإسلام. طيب مرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا سلمان الفارسي كان مفروض يزرع 40 نخلة لجماعة يهود كانوا هم ملاكه عشان يبقى هو ايه حر. راح عمر مع النبي في 40 فسيلة 39 طلعوا، لان عمر حط واحدة، اللي حطها عمر ما طلعتش. طب ليه؟ راح النبي طلعها طلعت. يبقى عارفين ليه اللي حطها عمر ما طلعتش؟ انا عارف السبب وانا مسؤول امام الله عنه، لأنه هو قال إيه؟ ما أي واحد بيحط نخلة حتى لو كان ملحد بتطلع، إيه فرق إن محمد يحطها ولا أنا أحطها؟ حطها، فربنا قال له مش طالح، عشان خاطرك مش طالح. مظبوط؟ دي مش لوحدها، اسمع دي في البخاري. البخاري ده، ما أنا بقول لك أنتوا بتسبوا البخاري، ده البخاري ده أعظم منه ما فيش، ده بريحني. البخاري بيروي رواية في غاية الأهمية. بيقول إيه؟ بيقول ان جابر بن عبد الله ابو عبد الله بن حرام
عبد الله بن حرام قتل يوم غزوة أحد، فاليهود ليهم فلوس عند سيدنا عبد الله بن حرام، فراحوا قالوا الجابر حل الأجل وعلى أبوك الفلوس دي ولازم تدفع. خدهم جابر وقال لهم والله أبويا ساب لي الكم نخلة دولة، يعني نزلوا اللي عليهم وتوكلوا على الله خدوهم. بصوا كده اليهود وقالوا لا 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 ما ينفعش، ده ما يكفوش. راح جابر على النبي قال في البخاري، وراح يا رسول الله أنقذني من الورطة دي، كلمهم لي يستنوا شوية لحد ما جمع فلوس وادفع. فالنبي كلم اليهود قالوا لا لازم يدفع وفورا، اليهود حقه ما فيش كريدت وحقه لازم ياخد ماشي. النبي قال له طب خلاص خليهم بكرة ييجوا وأنا هروح معاك لحد الأرض وأباركها. راح النبي واصطحبه مين؟ أبو بكر وعمر. النبي وقف اللهم بارك، دعا النبي دعا وقال لهم تعالوا تاني يوم خدوا البلح بتاعكم. تاني يوم جم اليهود نزلوا البلح، البلح كفة وفضل خمسة أوسق، وجابر جاي يجري على النبي ويقول له يا رسول الله البلح كفة وبقي خمسة أوسق. النبي قال له روح قول لعمر. ليه؟ روح قول لعمر ليه؟ لأن عمر قال جوالك إيه ما مسألة الدروشة دي، أدعي إيه وأقول بارك إيه وكلام فارغ إيه. فقال له أول ما الراجل جابر راح له قال له أنا أعلم أن هذا كان سيحدث، أنا أعلم أنه رسول الله. يبقى إذن السؤال المطروح أن عمر المسألة بالنسبة له بالكامل هي موضوع شك من الأول إلى الآخر. لما تيجي الصورة بقى عندك تكتمل وتيجي تلاقي، قبل ما هروح لدي هقول حركة تانية مهمة. يوم انتوا عارفين مين اللي كتب الصلح الحديبية؟ كان الإمام علي، والإمام علي وبيكتب من محمد رسول الله إلى سهيل بن عمرو، قال له لا لو كنا عارفين أن أنت رسول الله الأول بسم الله الرحمن الرحيم، قال له ما نعرفش اللغة دي، تكتب باسمك اللهم، قال له مسحها يا علي، مسح. من محمد رسول الله قال له لو كنا عارفين أن أنت رسول الله ما نحاربش، لا نحاربك. فعلي قال نفسي لا تطوعني يا رسول الله، قال له يا سيدي بكرة تتعمل معاك وهتقبلها والرهاري خليها شيلها. وحصلت يوم التحكيم، حصلت مع الإمام علي لما عمرو بن العاص ومعاوية أصروا ما يكتبش في التحكيم صيغة علي أمير المؤمنين. المهم إن عمر لما نزلت في مرجع رسول الله من الحديبية نزلت صورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، النبي راح بعت قال اقروها على عمر. رواية قالت إن عمر قال والله ما هذا بفتح، رواية تانية قال إيه؟ قال أو هذا فتح بالنبي، ده فتح يعني مش عاجبه، ده حتى في القرآن متحفظ. الراجل له طبيعة، له طبيعة. إحنا عمر بن الخطاب والله ما كان يحلم فيما وصل إليه بين الأمة، هو نفسه يا أخي هو نفسه كان موصوفا بأنه فظ غليظ، وربنا بيقول على القائد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. ومن هنا نخلص إلى معنى تاني، آية اللي دايما إحنا كسنة ناخدها نقول إيه؟ وشاورهم في الأمر. فإذا القانون بتاع القيادة للأمة هو بالشورى، وشاورهم في الأمر. أقول لك تعالى خلينا نثبت لك أن الآية دي تثبت أن الخلافة بالتعيين من الله وليس بالشورى بعكس المفهوم المعلن. تعالى معايا كده خد بالك من الآية، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت. بيقولوا العلماء الشورى ملزمة ولا معلمة؟ إيه؟ الشورى ملزمة ولا معلمة يا جماعة؟ إيه الفرق بين ملزمة ومعلمة؟ ملزمة يعني النبي لما يقعد وحواليه 20 صحابي وياخد رأيهم، إذا 15 قالوا يمين وخمسة قالوا شمال والنبي مع الخمسة، المفروض النبي يلتزم برأي 15 لأن 15 قدام 6، آدي يعني الشورى إيه؟ ملزمة. هل ممكن النبي يعمل كده؟ ها؟
هل ممكن النبي يقعد قاعدة والديمقراطية تلزمه؟ الآية قالت لا. فإذا عزمت يعني القرار ملك لك، القرار ملك لك، فتوكل على الله. يعني النبي ياخد رأي اللي حواليه ويسمع آرائهم تطيبا لخواطرهم، لأن العربي يقول لك يا أخي ده بيعمل اللي هو عايز زي ما هو عايز يعمل. إنما تأليف القلوب تحتاج ترطيب. يعني الناس برضو ما هو مش كل الناس علي بن أبي طالب، يعني علي بن أبي طالب النبي يقول له روح ارمي نفسك في البحر هيروح يرمي، إنما الباقيين يعني الله العالم. وربنا قال في القرآن إيه؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. يبقى إذن مش كل واحد مؤهل إن لو النبي كلفه يقتل روحه أو يرمي نفسه في البحر إنه يفعل هذا. فتأليف القلوب تحتاج إنه إيه؟ يألف، لكن القرار ملكه في النهاية. طيب النبي لما يشاور، اسمعوني وركزوا معايا، هل النبي يشاور فيما نزل فيه نص ولا يشاور في الأمور السياسية؟ حلو. يعني لو الظهر 4 ركعات هل ينفع النبي يقعد الصحابة حواليه ويقول لهم نعملهم 3 نعملهم 5؟ رأيكم يا أخوانا؟ طيب نصوم رمضان، رمضان السنة دي جاي حر شوي، ايه رأيكم نخليه شوال مثلا او نروح تحت شوية نخليه رجب؟ هل ينفع؟ لا، النبي ملوش في الكلام ده، مفيش شورى في الموضوع ده. امال النبي هيشاور في ايه؟ اعملوا لنا الجامع النجف نحطه هنا ولا نحطه في الحتة دي؟ نحط بركيه على الارض ولا ما نحطش؟ نطلع نقاتل العدو بره المدينة ولا جوه المدينة؟ اللي ايه؟ طيب اللي ياخد مكان النبي، يبقى النبي هنا وربنا بيقول له وشاورهم في الارض بصفة النبوة ولا بصفة القائد السياسي؟ القائد السياسي. يبقى اذا من يخلفه، من يخلفه سيشاور الناس باسم القائد السياسي. فهل الاسلام اقر الديكتاتورية؟ لان لما يجي القائد السياسي اكس يدير القوم وياخد الشورى وبعد ما يسمع الآراء يطيح برأي الأغلبية، يبقى دي ديكتاتورية وبتاخد رأينا ليه يا عمنا؟ يبقى إذن عشان الراجل اللي يشاور لا يقال عنه ديكتاتور، لابد أن يكون معينا من الله معصوما حتى يسلم له الناس إذ أطاح برأي الأغلبية لصالح الأقلية. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعال معايا آية تانية، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب خليك معايا، أطيعوا الله لو كان النص قطع الدلالة قطع الثبوت أنا مش محتاج النبي. لما ربنا يقول ولا تقربوا الزنا أنا محتاج النبي يقول رأيي فيها؟ مظبوط، واضحة كل الناس تعرفها. طيب وأطيعوا الرسول، إذا كان كلام الرسول قطع الدلالة قطع الثبوت أنا مش محتاج ولي الأمر بعد كده يقول. أمال ولي الأمر ده هيجي إمتى؟ لو كان كلام الله ظني الدلالة هو قطع الثبوت، لكن قد يكون ظني الدلالة وكلام الرسول عندما نبحث هل هو قطع الثبوت ولا لا، وقطع الدلالة ولا لا، ولا ظني. فإذا كان ظنيا والرسول مات ألجأ لمين؟ لولي الأمر. هل ربنا وهو يأمرك أن تسمع لولي الأمر هل في حياة النبي؟ يعني النبي لما يبقى موجود وقاعد هل في حد يروح يسأل علي؟ مستحيل. هل في حد يسأل أبو بكر؟ حد يسأل عمر؟ إنما ولي الأمر هيجي دوره إمتى؟ لما يكون النبي مش موجود. طيب عشان يقول لك حكم الله ظنا ولا حكم الله يقينا؟ إذا قال لك ظنا ما وصلناش لحال، لازم يقول لك حكم الله يقينا. وإذا قال لك حكم الله يقينا لازم يبقى إيه؟ معصوم، مش كده؟ هل هناك أحد ادعي له بالعصمة في دنيا الإسلام غير أهل بيت رسول الله اللي ربنا قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ هؤلاء الناس، أوعى كلمة العصمة دي بتكهرب قوي،
هقول لك على حاجة، النبي لما يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هل كتاب الله معصوم من الخطأ؟ نعم. طيب اللي عمره ما هيفترق عنه لازم يبقى معصوم ولا مش معصوم؟ لازم يبقى معصوم. هل دي صعبة؟ طيب لما سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هاتولي ورقة وقلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا كما روى البخاري ومسلم وغيرهما، ليه سيدنا عمر يطلع ويقول ما باله يهجر واللي رايح يجيب الورقة والقلم منعه؟ ليه يا سيدي؟ اعتبر النبي والعياذ بالله خرف، ما هو هجر يعني خرف. يا سلام على الأدب، يا سلام على الخلق، يا سلام على معرفة مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده وبيقول ايه؟ ده سيدنا عمر في البخاري ومسلم بيقول ايه؟ حسبنا كتاب الله. وشيخنا وصفني انني سلفي وهابي، وانا احب اكون سلفي وهابي. انا كسلفي ووهابي اقول اذا قال شخص حسبنا كتاب الله وساب السنة يبقى كافر. كسلفي ووهابي حسبنا كتاب الله تساوي الكفر نفسه، وأنا سلفي ووهابي وبكل فخر. هل ينزلونها على عمر إذ قال؟ لا، هي تنفع كل إلا على عمر بن الخطاب. الدكتور أحمد منصور اللي هو القرآنيين في دي سي، الجماعة القرآنيين الأزهر قال عليهم كفار. طب يا أزهر، ياللي أنتوا بتنتسبوا للزهراء، ياللي عملكوا السقلي، واللي عمل مسجد الأزهر انتسابا للسيدة الزهراء ونحن في مركزها، هذا الأزهر قال على أحمد منصور أنه كافر لأنه قرآني، وسيدنا عمر ما شاء الله كان قرآنيا لأنه قال حسبنا كتاب الله. واختلف من في البيت فريقان، فريق يريد ما أراد رسول الله، وفريق يقول ما قال عمر هجر رسول الله. طيب يا عمنا ليه ما سبتوش يكتب؟ هنعتبر انه بيقول كلام تخريف، ده النبي بيقول كتاب لن تضلوا بعدي ابدا، كلام موزون اهو، وكان يوم الخميس الاسود. الخميس ايه؟ الاسود، الرزية، كل الرزية، رزية الخميس، ما حال بين رسول الله والكتابة. وكان ابن عباس يبكي حتى تبل دموعه الحصى ويقول الرزية، كل الرزية، رزية الخميس، ما حال بين رسول الله والكتابة. وأوصى بثلاثة أشياء: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة الراوي نسيها. ليه؟ الثالثة اتنست ليه؟ وأهين رسول الله ليه؟ والنبي مات يوم الاثنين. طيب أنا لو بربي، أنتوا عارفين في فيلم أمريكي ومعمول فيلم مصري، لما الواحد كان بيربي كلب، عنده كلب، وبعدين لما إجا مات الشخص، جاله كانسر، جاله سرطان، مات الكلب ده، دنه ممتنع عن الأكل مدة لحد ما الكلب مات، مظبوط؟ فيلم معروفة قصة، الكلب طلع حزين. طيب النبي اللي عملكوا أمة، اللي عملكوا يا همل، يا عرب يا همل، جعلكم أمة تقود الأمم، تسقط كسرى وقيصر والروم والفرس، إذا مات سيدكم ومات صانعكم تتركونه مسجا في فراشه وتتشاجرون في سقيفة بني ساعدة، ومنا أمير ومنكم أمير، وقتل الله سعدا وزوينا على سعد، نريد أن نضرب سعد بن عبادة لأنه يريد أن يكون أميرا، وعمر يقول لا
وكأن عمر لم يسمع إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول من قال إن رسول الله قد مات فسأقف له، إنه ذهب كما ذهب موسى إلى مناجاة ربه ويعود. من أين جاءت هذه الفكرة؟ هل هذه فكرة صناعة إسلامية أم صناعة يهودية؟ أيها الناس، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وعمر يقول وقد زورت مقالة. متى زورتها يا ابن الخطاب؟ أعددت مقالة أقولها في السقيفة. إذن الموقف قد ترتب، والنبي مريض في فراشه بعد أن عاد صلى الله عليه وآله وسلم، عاد من غدير خم وبدا عليه آثار المرض وآثار التعب، ويريد أن يخرج جيش أسامة. اخرجوا إلى حيث ضرب أبوك في مؤتة، يقول لأسامة بن زيد، وانتدب كبار المهاجرين والأنصار ليخرجوا مع أسامة بن زيد بما فيهم أبو بكر وعمر. هل رسول الله رجل مغفل؟ رسول الله يعلم ما يريد، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، يريد ألا يزاحم أحد عليا على مقامه، وقد علم من طوت عليه الصدور، والنبي حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما لم يستجيبوا خرج متوكئا على ابن عباس وعلى الفضل ابن عباس وعلي، وصعد المنبر وقال ما لكم تنكرون الإمارة على أسامة كما أنكرتموها على أبيه من قبل؟ والله إنه لحري بها كما كان أبوه حريا بها. ولم يستجب القوم، وفيهم أبو بكر وعمر. ثم تزور الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما حدث وما أمر صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكافئ عاصيا يرفض أمرا لرسول الله بخروج الجيش ثم يكافئه ليقود الصلاة؟ ما فعل؟ والرواية مزورة وإن وجدت في البخاري، لأن الرواة عائشة عن عروة بن الزبير، هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي قال، واستخدمت عبارة أربع أن يكون قد استخدمها رسول الله مع نسائه، عندما زعموا أن النبي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف فإذا صلى بالناس بكى فلم يسمعهم. وإني أتحدى كل شخص عالما من أمة محمد أن يأتي لي برواية واحدة في عامين وبضعة أشهر قادها أبو بكر خليفة لرسول الله صلى بالناس مرة فبكى فلم يسمع الناس. لم تحدث مرة. إن أبا بكر رجل أسيف، زعم لا أصل له ولا كيان له. فيقولون إن النبي قال عندما رددت معه العبارة عائشة إن كنا صويحبات يوسف. من صويحبات يوسف؟ الذين قال الله فيهم رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فهل أمهات المؤمنين يوصفون بنساء عاهرات بلسان رسول الله؟ مستحيل. فالرواية مكذوبة، ورفض القوم أن يذعنوا لقرار رسول الله، ومات رسول الله وانشغلوا عنه. ثم بعد ذلك تكاملت المؤامرة عندما طلبت فاطمة الزهراء إرساها من رسول الله، فإذا بأبي بكر يزعم ما سمعه وحده من رسول الله. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وتقول له السيدة الزهراء أترسك ابنتك ولا أرس أبي؟ وورث سليمان داود
داود وتكاملت المؤامرة وعين أبو بكر ليقود أمة محمد في موضع لم يخصصه الله، وتم تنحية علي بن أبي طالب، ولما عمر جاء ليدفع ومن معه عليا في أن يبايع أبا بكر، حتى إن حافظ إبراهيم كان سكرانا إذ قال وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أكرم بملقيها، حرقت بيتك لا أبقي عليك بها وبنت المصطفى فيها، ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها. هكذا يتآمرون على بيت النبوة لإزالتهم. وأنا سأقول لكم عجبا عجابا، إن تاريخ الإسلام فيه من التزوير ما يجعل أهل السنة معذورين، إنهم يحتاجون إلى عمل دؤوب ليخلصوا إلى النتيجة الحقيقية. لا أمة تقاد بغير معين من الله منذ فجر الإنسانية حتى يقيم الله الساعة، ويومها يفرح المؤمنون حين يأتي المهدي المنتظر ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورة. وأشكر عمر بن الخطاب من موقعي هذا إذ ناظر وهو خليفة عبد الله بن عباس وقال له ما بال الناس أنكروا عليكم بعد رسول الله، فقال ابن عباس فكرهت أن أجيب وقلت إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يدريني، قال منع قومكم منكم بعد محمد أن الناس كرهوا أن تكون فيكم النبوة والخلافة، فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. فقال ابن عباس إن يأذن لي أمير المؤمنين في الكلام ويمط عني الغضب أتكلم، قال له تكلم يا ابن عباس، قال أما قولك إن الناس كرهوا أن تكون فينا النبوة والخلافة فإن الله قد وصف قوما بالكراهية فقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وأما قولك إن قريشا اختارت لأنفسها ووفقت، فلو أن قريشا اختارت ما اختار الله لها ما اختار الله لها لكان اختيارها غير مردود ولا محسود. فقال عمر لابن عباس قد كانت تبلغني عنك أشياء أكره أن أفرك عنها فتزيل منزلتك مني، قال ماذا بلغك عني يا أمير المؤمنين؟ إن كان ما بلغك عني حقا فما ينبغي للحق أن يزيل منزلتي منك، وإن كان ما بلغك عني باطلا فمثلي أماط الباطل عن نفسه. قال بلغني أنك تقول إنما صرفوها عنا ظلما وحسدا، فقال له ابن عباس أما الظلم يا أمير المؤمنين فقد تبين للجاهل والحليم، وأما الحسد فإبليس قد حسد آدم ونحن ولده المحسودون. فقال أبت قلوبكم؟ قال عمر أبت قلوبكم يا بني هاشم إلا ضغنا ما يزول وحسدا وغشا ما يحول؟ قال له مهلا يا أمير المؤمنين لا تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بالحسد والغش، فإن قلب رسول الله من قلوب بني هاشم. قال له إليك عني يا ابن عباس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكر لكم إخوتنا وأخواتنا حضوركم هذه الليالي العلوية، ونشكر باسمكم وباسم مركز الزهراء وباسم سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد باسم الشرع ضيفنا الكريم الشيخ طارق المصري على محاضراته القيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعطيني التعليق، شوف للتعليق، اعطيني إشارة دخلك.